المحكمة الإدارية العليا وضعت بعض القواعد أيضا لمكافحة الدروس الخصوصية. دروس خصوصية واحدة من أولويات وزارة التربية والتعليم من ساعة ما تولى الأستاذ طارق شوقي أو معالي الوزير طارق شوقي، ودايما ده الموضوع الأشهر في مصر، لأن الدروس الخصوصية بتبتلع ميزانيات المصريين وكمان تحولت إلى تعليم موازي للتعليم في المدارس. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر في الإنفوجراف اللي جاي.